الفرص. لما نتكلم عن الفرص نحن نتكلم عن القيمة المضافة للزبون أو العميل والسوق اللي موجود فيه المنتج والخدمة. هل يعني لو شخص عندك منتج، هل المنتج هذا يضيف قيمة للزبون أو العميل؟ أو تحديدا الزبون لأنه نتكلم عن منتج العام. والمنتج هذا فين هو موجود؟ في أي سوق؟ هل في السوق الأفريقي، السوق الأوروبي، السوق الأمريكي، أي سوق موجود فيه؟ وأي طبقة موجودة مستهدفة موجودة فيه؟ إذا كنت شخص مقدم خدمة، أنت موجود في أي سوق؟ وإيش القيمة المضافة اللي هتضيفها للعميل؟ هذه هي الركائز الأساسية. طبعا تختلف الفرص من مكان لمكان، من صناعة لصناعة، ومن شريحة لشريحة، لكن ما في شيء محدد للرغبة. هذا شيء متروك لك حسب تجربتك وحسب المجال اللي انت فيه، وممكن انت تشوف الفرص افضل من الشركة. وما في مسلمات، يعني ممكن تتغير الظروف في اي وقت. تمام، فالفرص ما لها قيمه.